أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأكرم من أعطى وأكرم من أعطى وأكرم من أعطى أنت الواحد لا شريك لك والملك لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد أدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم لك الحمد حمد الشاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم نجنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اكتبنا في عتقائك من النار اللهم اعتقنا الليلة من النار اللهم اعتق
نحلق رقابنا ورقاب والدينا ومن له حق علينا من النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت إلهنا. كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ أم كيف يدعوك عند الشدائد والحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أمان الخائفين آمن روعاتنا، يا أمان الخائفين آمن روعاتنا، واستر عيوبنا. يا مجيب دعوة المضطرين استجب دعاءنا، استجب دعاءنا. اللهم يا ربنا اكتبنا مع الصديقين والشهداء والصالحين والنبيين وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل سائر أعمالنا. اللهم لا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش، ولا تجعلنا ممن قام فكان حظه من قيامه التعب والسهر. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، فاغفر له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، فاغفر له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. فرج همهم، نفس كربهم، داو جرحاهم، عاف مبتلاهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، اطعم جائعهم، اكس عاريهم. كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم يا منتقم يا جبار، عليك بعدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز. يا ربنا
كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل له عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا كريم الصفح يا عظيم المن يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا سامع كل نجوى يا منتهى كل رجوى يا كاشف كل بلوى وقفنا ببابك ولذنا بجنابك فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم من كان منهم حيا فاطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعنا به في جناتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.